عندي سؤالين. السؤال الاولاني، رايك ايه في موضوع بدل 8 سنوات؟ لانه عندنا اقتراحين، الاقتراح الاول مقدم من اللجنه الخماسيه بيقول لك لا على المنصب من 8 ل 12، وده له وجهه نظر بيقول لك لو عندي كادر شاب جديد لسه طالع فشغال على العضويه 8 سنين ليه اخسره خلاص مدى الحياه طالما هو اتعلم، ما ادخله على منصب مثلا النائب لو هو جامد ويقدر ويشتغل، ولو بعد كده استفيد بخبراته يبقى على منصب الرئيس. في وجهه نظر ثانيه بتقول لك لا هو 8 سنين مدى الحياه بقى، ما هو يعني يمشي ويجي غيره بقى، ما يبقى موجود. شايف ايه وجهه نظرك؟ بص بص، مع احترامي الكامل للموضوع، انا هدفي في المواضيع دي الاساس التفصيل والكلام ده هو ده اللي بيعمل مشاكل. انا رايي لو بتقول لي محمود شنو متفصله؟ الاباحه، يعني انت ولا انا ولا عايز السن، الاباحه وليس الاباحه، الاباحه اباحه الموضوع، يعني بمعنى ايه؟ شيل ال 8 سنين خالص، انا مش فارق معايا حضرتك، ان في ناس لانه هيجي بعد كده واحد كل همه يغير ويشيل ال 8 سنين، وبعد واحد تاني يحط 8 سنين لفلان. يا عم انت النهارده ادائك هو اللي هيقيمك. انا يعني زي النوادي، زي الانديه، زي الانديه، لان كمان في ناس بقى ايه، كمان ايه، طالما الجماعه العموميه عايزاني انا مكمل، احترفوا لعبه ايه بقى. انا بقى ايه، هقعد الاربع سنين هبقى بره الجماعه العموميه، انا بقى هقعد بقى ايه، اللي سقطني واللي خانقني هفضل اعمل فيه اراضي فيه واسوي فيه، واقعد بره انزل له كل يوم بوست، وانا بقى هبقى عندي مصداقيه عند الناس ان انا ايه اخبط في فلان واعملش فلان وكل ده. لا يا حبيبي، ما ينفعش كده. لو انت مش مستفيد، ما قريتش المشهد بالظروف دي، ان الانسان لازم يرجع لربنا وربنا مطلع وشايف، وتخلص وتبقى انت واقف تتمنى نجاح الاخر، مش بتتمنى ايذائه او فخليك حضرتك مفتوح، انزل حضرتك لو انت قدرت، لكن تعمل عداوات مثلا مع جماعه وتقول لي اصل انا مش هنزل اعمل اللي انا عايزه واقعد بره انجح واسقط وعاكس. انا رايي على مستوى الفكر كله يدخل، وعلى مستوى الانتخابات وتيجي انتخابات، لا ما تبقاش انت قاعد فاضي قاعد مستنيني بقى انك انت تخبط في الناس وتعمل ده، ينزل انزل صحيح. طيب